منتخب المملكة المتواجد في مسقط في دورة كأس الخليج 19. سمو الأمير مساء الخير وهارد لك على الخسارة. أهلا وسهلا. والحقيقة طبعا اليوم لم نقدم المستوى المأمول بس الحقيقة لي ملاحظات على عدد من الحاضرين عندك مثل جاسم تفضل مثل الرومي ومثل فيصل أبو اثنين. جاسم تحدث أنه ما في خطط لرعاية الشباب ولا في أكاديميات ولا شيء، كل الكلام اللي قاله جاسم خطأ. الأكاديميات هذه إن شاء الله توضع جولة الأمير نواف بن فيصل، أربعة وخمس مدن أوروبية ومدينتين في أمريكا الجنوبية البرازيل والأرجنتين، وهناك اتفاقيات وقعت معها. نعم مضبوط. فلذلك أن الشيء الآخر كل شيء في مخطط في رئاسة العامة لرعاية الشباب، وأعتقد أنه يمكن ربما عن جهل بالنسبة لجاسم لأنه يتحدث بشيء لا يفقه فيه. هذا أولا. وبيكم معي الحين أتناقش أنا وياه على أي مبدأ. الشيء الثاني وش دخل فهد المصيبيح؟ تقول إن المباراة تلعب في يوم واحد ولا لعبت في يوم واحد وش يصير؟ والرجل مجتهد وش دخل في إنه تقول إنه في مناظرة بينه وبين ناصر الجوهر ولا هو يقيم ناصر الجوهر يا جاسم؟ أعتقد إنكم تتحدثون بحديث لا تفقهون كلكم، ما تتحدثون بشيء ما لا تفقهون فيه. الشيء الآخر إذا كان في نقاش كنا نرحب بالنقد الهادف البرنامج منكم من ألف واحد مثلك ولا فاتح باب النقد، لكن تقولون كلام خطأ على الاتحاد السعودي. يا أخي كسبنا مباراة، أنا قلت لك لم نقدم المستوى المأمول، كسبنا لاعبين وكسبنا وجوه جديدة. نعم. المرشدي وسامة والزوري وعبد الله الشهيل وأحمد الفريدي وأحمد عطيف، هل هذا ولاية عزاز وحسن الراحل، هل هذا كلهم مهب لاعبين جدد؟ فلذلك والان انا بنتقل للرومي وفيصل باثنين. انت كيف تتكلم جاسم يا عن فهد المصيبيع تقول فيها الكلام؟ رجل مجتهد عمل اكثر منك 100 مرة، بذل جهد للبلد اكثر منك مليون مرة، تقدر تتكلم عليه انت وغيرك بهذا الشكل؟ احترموا انفسكم، احترموا انفسكم انتم اللي قاعدين الحين. وش تقول يا جاسم كلامك السيء انت؟ تحدث. تفضل محمد. هل بالنسبة طال عمرك للمصيبيح؟ نعم. يعني نعم. أنا أرى نأخذ فرصته سمو الأمير، وأعتقد أن في كفاءة موجودة الآن إدارية موجودة. في إيش؟ في كفاءة إدارية خارج موجودة في الأندية، المفروض أن نستفيد من الخبرات. الكفاءات الإدارية يا جاسم. سام. أقول لك أنت تقيم الكفاءات الإدارية أنت وإشكالك؟ فهد المصيبيح إداري ممتاز. إداري ممتاز. فلذلك يجب عليك انك تحترم المواطن السعودي اولا، وثانيا انت لا تتكلم عن شيء ما تبقى فيه. قلت لك الامير نواف راح هذا في اكاديميات سوف تقام في الرياض وجدة والشرقية، وفي تخطيط للاتحاد كرة القدم، كل شيء مبرمج يا اخي. كيف تتحدث انت عن الموضوع هذا؟ فلذلك عليكم الصمت او التكلم بالحقيقة، هذه لك ولغيرك. عطني عبد الرحمن الرومي. سام طال عمرك. انت كيف تتكلم بهالاسلوب الغير واقعي وكانك انت المنقذ؟ انت تتكلم تقول المنتخب الكويتي لم يقدم شيء، قدم شيء والف شيء، مستوى ممتاز وكسبنا لاعبين جدد. اما انت تحط الناس على رايك، انا اتفق معك انه في مباراه اليوم لم يقدم منتخبنا المستوى المأمول، لكن ليس بهذه الشكل وليس بهذا الاسلوب اللي حنا ما نقره تماما. احنا سمحنا لكم بالنقد الهادف البناء، لكن ما ابغى الاسلوب اللي غير طبيعي. قاعدين هنا تتمهزون ولا تقولون هالكلام الغير طبيعي؟ عطني فيصل ابو اثنين. تفضل طال عمرك. وش الكلام اللي تقول فيه شرهه وما شرهه والامور هذه كلها؟ انتم ما تقيمون انفسكم؟ انت ما تقيم نفسك انت ولا غيرك؟ احنا نشتغل ليل نهار وانت قاعد تبربر في التلفزيون، ما تحفظون انفسكم ولا تحفظون قيمتكم؟ تقعدون تهينون هالناس بهالشكل الغير معقول؟ هذا مرفوض ثم مرفوض ثم مرفوض ثم مرفوض. يا سمو عليكم الالتزام بالاخلاق السعوديه. يا سمو الامير قدام التلفزيون ولا مع مقدم برنامج يعطيك اللي تبي؟ لا اريد تكرار هذا الحكي، تبي تنطق فنيا اهلا وسهلا. احنا نقدنا فني يا سمو الامير. نفس من الكلام الفاضي. احنا نقدنا فني يا سمو الامير. لا غير فني، وش تقول هذا؟ لا نقدنا فني يا سمو الامير. وبعدين انت تتحدث عن دولة يا ابني. الله يحيك، احنا نتحدث عن دولة وانت المسؤول الاول عن قطاع الرياضة.
يعني انت على الرياضة تكلم زين عن الرياضة. احنا نتكلم عن الرياضة بشكل زين طال عمرك. لا ما هو بشكل انتم الان خذيتوا مجال اكثر من مجالكم. وش هو المجال اللي خذيناه؟ خذيتوا اشكال غريبة عجيبة ترى انا تحملتكم الشيء الكثير. عليكم ضبط النفس وعليكم بالادب. يا سمو الامير. وعليكم حسن الاخلاق. كان ما تربيت وحنا نربيكم. لا والله الحمد احنا متربين يا سمو الامير ونعرف حدودنا ونعرف اخرتنا. احنا طبعا انت سمو الامير انت المسؤول على اول الرياضه. نعم مفترض مفترض نشتغل ليل نهار مفترض وما عارفين مقدرين عملكم يا سمو الامير. ما حد يشجع عملكم ولا انت قسم عملكم يا سمو الامير. ولكن وسط الرياضي عندنا يا مسلم. ولكن وسط الرياضي يا سمو الامير الوسط الرياضي يا سمو الامير. سمو الامير سمو الامير الوسط الرياضي يتقبل اراء مختلفه. نشكر سمو الأمير سلطان.